حلقة العمل ركزت على التبريد الهجين المستمر باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الحرارة الشمسية وأنظمة التخزين تحت الأرض، وذلك لتوجه السلطنة نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة الكهربائية، وأجهزة التبريد هي الأكثر استهلاكا للطاقة. تقنيات موجودة لتحويل حرارة الشمس إلى طاقة تبريد، وهذا المشروع اللي يمول الحين تحت مظلة معهد تكامل التقنيات المتقدمة، والتي هو أحد المشاريع مجلس البحث العلمي بالتعاون مع الجانب الألماني. هذه الورشة جاءت للتنسيق الجهود ولعرض بعض النتائج هذا المشروع الذي ما زال مستمرا. المشاركون ناقشوا الوضع الحالي للطاقة في عمان والبحوث المقدمة في المجال نفسه، واستعرضوا الحلول المبتكرة من قبل السلطنة إلى جانب ما طرحه المشاركون الألمان. تهدف هذه الورشة إلى خلق جو من التعاون بين أطراف ثلاثة، هم القطاع الخاص وقطاع الأكاديمي وقطاع الباحثين، ونأمل في نهاية هذه الورشة أن تخرج بأفكار في كيفية الحفاظ على الطاقة باستخدام المباني أو بخلق أفكار جديدة. المشاركون في حلقة العمل إلى جانب مجلس البحث العلمي هم من جامعة برلين للتكنولوجيا بمركز هلمهولتز للأبحاث وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة. السلطنة تستهلك ما نسبته 70% من الطاقة الكهربائية المنتجة للتبريد، وبتطوير مثل هذه التقنيات واستخدامها سيقلل من نسبة الاستهلاك. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.